بعدك قبل هذا من المشايخ ما قبل الله فرموه كلامهم وسلاحهم ومن في بلد هذا بعد أشد الطعن في أمانة العلماء ودينهم وعلمهم هذا أشد أشد نسأل الله السلامة. المهم أن على كل حال هذه مسائل أنا أحثهم على عدم التدخل فيها وعدم الكلام فيها، وهل أنت قطبي ولا جامي ولا كذا ولا كذا، كل هذه ما لها داعي. وش علينا من جامي ولا قطبية؟ علينا نمشي على الطريق التي تنفعنا ولا علينا من زيد وعدي. والواجب علينا أن نصلح بين الناس. الإصلاح مو معنى نقل موقف التفرج، لابد من حركة، حركة عملية للإصلاح. الحركة العملية تستلزم أن نقول هذا قطبي هذا. لا لا، أنا أريد بالحركة العملية أن يكون هناك من العلماء الموثوقين والمرضيين عن من الجانبين يجمعون هؤلاء يتكلمون معهم. وهالشباب إذا نموا على هذا سيكونون غدا رجالا ويدورون دقة الأمة، فإذا تربوا على هذا الخلاف وهذا البغضاء وهذه الكراهة نعم صار شر عظيم. اللهم المستعان. الشباب والله على كل حق. الله أعلم بالنيات، لكن نعلم أن معالجة الأمور بمثل هذا لا غلط، ونحن لا نوافق على هذا المنهج إطلاقا. وش معنى أن الإنسان يقوم مثل يسب ما ولا يذكر أي حسنة؟ هل من العدل أن الإنسان يسب واحد من الناس ولا يذكر حسنة الله؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجزم لكم شأن أن يقوم على لا فأدل. هذا ما هو صحيح. لا، العقائد ما لنا هذا بينهم وبين الله ما نتكلم فيه، لكن المنهج على هذه الصفة غلط. استغفر الله، اللهم اهدنا، نسأل الله يجمع القلوب على طاعته.